طبعا شكرا منتدى دبي للاعلام على الجائزه دي، احنا سعداء بيها بشكل يعني لا يوصف. الجائزه يمكن جايه في وقت احنا بقى لنا 20 سنه مباشر، تم تاسيسه في 2004، فبقى لنا 20 سنه وكان دبي يعني بتحتفل معانا بالجائزه. بنحاول دايما في معلومات مباشره ان احنا نقدم محتوى اقتصادي بشكل بسيط، اخبار الشركات المدرجه، التحليلات الاخباريه، الكلام ده. بنحاول كمان ان احنا في يعني ننتهج هذا الاسلوب في ظل التحديات اللي بتمر بيها الصحافه في وجود الذكاء الاصطناعي والحاجات دي، لانها في النهايه بنحاول ان احنا نعمل تحليل اخباري، بنحاول ان احنا نكون صانعين للخبر، صانعين للمحتوى، لسنا ناقلين للمحتوى. الجائزه مهمه لاي صحفي عربي لانها تعتبر الاهم في تاريخ الصحافه العربيه بشكل عام. الجائزه هي دليل على ان الصحفي ما زال يؤدي ويجتهد ويسعى، وفي النهايه لازم هيتكرم باعلى وسام، تقريبا اعلى جائزه اعلاميه على المستوى العربي. يعني الحقيقة طبعا شعور بالفخر والسعادة، الحمد لله توفيق من عند ربنا وتتويج لرحلة عمل طويلة وتحقيق اشتغلت فيه شهور طويلة علشان أقدر أنجزه بهذه الجودة وبهذه الدقة. بشكر نادي دبي للصحافة، بشكر دولة الإمارات العربية المتحدة إمارة دبي على كل هذه الحفاوة وعلى هذا التنظيم الرائع وهذا التكريم. الحقيقة بعتبره نقطة مضيئة في مسيرتي المهنية، وبتمنى إن شاء الله أنه يعني تبقى بداية كمان لإنجازات إضافية جديدة. وأعتقد أنه هذه الجوائز وهذه التكريمات بتؤكد على أهمية الإعلام العربي وأهمية أن احنا نرفع مستوى جودة الإعلام العربي، لأنه احنا شايفين العالم حوالينا التحولات اللي بتحصل. الإعلام أداة مهمة جدا من أدوات صناعة العصر وصناعة المستقبل، وأعتقد أنه النهاردة واللي بنشوفه واللي بنحضره في منتدى الإعلام العربي بيؤكد أن الإعلام العربي على الطريق الصحيح، وإن شاء الله مزيد من النجاح والتألق لكل الإعلاميين العرب ولصناعة الإعلام العربي. أن تجد مثل هذا التقدير وفي هذا العالم الإعلامي الذي جعل الإمارات عالما إعلاميا، لديك في هذا المحفل الرائع كل أنواع الإعلام مجتمعة في مكان واحد، وكل الرقمي وكل التواصل الاجتماعي، وبالإضافة إلى هذا الدمج الرائع بين الإعلام وبين الفنون. هناك ممثلون، هناك رياضيون، هناك ثمة عالم كامل من الإبداع في قمة إعلامية. وهذا دليل على أن دبي انطلقت من نادي الصحافة وهي الآن في قمة إعلامية تجمع كل أنواع الإعلام، يعني التواصل الاجتماعي، وهو الوريث أظن للإعلام الرسمي مستقبلاً.